نشوف الموازنة اجت بجداول مختلفة عما المفروض كانت متفق عليها من قبل الحكومة، شلون اللي صار ليش هالاختلاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سكمنا على هذه الاستضافة وتشرف السيد عباس. يعني احنا في كل موازنة عندنا مشكلة، اي في كل ما تجي موازنة الحكومة العراقية والبرلمان كل تدخل أزمة، صح؟ والحمد لله والشكر بالسنين اللي فاتت اصلا ماكو موازنة، واذا صير بشهر 11 يعني هسه مسوين فضل علينا لانكم موازنة عليها مشاكل. لا هو ماكو فضل، بس هي شنو، اكو دائما البعض يرحل المشاكل والبعض يواجهها. زين، اليوم اي انسان عندما يعمل وخصوصا اذا كان بمستوى القياده لازم ما يرحل المشاكل، لازم يتعامل معها كما هي. احنا عندنا مشكله كل ما صير عندنا حكومه تطلع كتله صغيره تقول لو ما اني ما صير حكومه، يعني اكو كتله بها 150 160 مع إرادة ثلاثة، إذا طب وياه كتلة صغيرة يقول لك أنا سويت الحكومة. صح، إحنا مو صح، إحنا صح هي اللي ثقلت الميزان لهم. خليني أوضح لك، اليوم الأخ الأكبر يجب أن يرى الأخ الصغار الإخوان الصغار ويرعاهم، إذا ما رعاهم إذا ماكو ديمقراطية. والأخ الصغير لازم يعرف حجمه. إحنا عندنا مشكلة إنه الكتل الصغير، يعني يوم الإطار هو مسوي الحكومة، هذه الموازنة من طلعت الإطار لازم يكون أول من يدافع عنها. ليش؟ لأن هو مسوي الحكومة، هو مختار رئيس الوزراء. ما موافق على الموازنه، ما موافق، خلي يقول بالبرلمان ما موافق ويتم النقاشات والحوارات. انت القضيه الكرديه اليوم يعني هاي القضيه الكرديه صارت مثل الشماعه، كل ما تجي ونقلناها 12 و17 16 تالي تمشي الامور وتترحل المشكله للامام. صحيح، اذا ما نستفاد من تجارب الماضي ما راح الان احنا حققنا موازنه سنويه 3 سنوات والكل ماشي ده يشتغل. هذه جداول جديده جت على معطيات موجوده على الارض اليوم. هذا يعني احنا لما نقول المحافظات الجنوبيه اخذت القليل، ليش المحافظات الجنوبيه من كان عندها الكثير سوت بها؟ احنا ما نقول هدر، لا، احيانا المال يبقى كما هو بالمصارف، ماذا يستخدموها؟ يا اما مشاكل محليه، يا اما تقاطعات سياسيه بين مجلس المحافظه يعني الكتل المشكله المجالس المحافظات. وبالتالي احنا امام ازمه مستمره. اليوم الحكومه واجهت كل هذه الازمات وشخصت هذا المبلغ موجود امامك، هذا المبلغ المتوفر. ثانيا شو متوفر؟ متوفر سنة 24 اللي راح منها 4-5 أشهر. احنا اليوم لازم نكون واقعيين، اول شيء ما نرحل المشاكل نتعامل وياها. الموضوع يعني القضية الكردية احنا ما نقول كانت قضية كردية، الان صار اقليم، ده شوفين التطور صار، هذا التطور لازم يعني يناسبه ايضا. مو من المنطقي يعني اخذ من المحافظات الوسط والجنوب استحقاقاتهم وانطيها اشيلها انطيها اقليم كردستان. سيدتي اليوم كردستان صار لهم 10 سنوات داخلين أزمة رواتب. يعني مدى أحكي عن موضوع هم صح لو إحنا صح، داخلين أزمة رواتب صار 10 سنوات. هل إحنا نسمح إنه هاي الشعب الكردي يبقى بدون رواتب لمدة 10 سنوات؟ ما معقولة. اليوم الكردي والعربي واحد بهذا البلد، زين، ويجب أن يتم التعامل معهم بشفافية. أنا أداري الكردي بس خو ما على حساب ابن الوسط والجنوب. لا ماكو على حساب الوسط والجنوب. إحنا دنقول 2024 خلصت منها 5 أشهر، باقي 7 أشهر. هاي ال7 أشهر خلينا نثبت حسن النية في هاي الأموال اللي رصدت، خلينا نحولها إلى خدمات للمواطن. هذاك الوقت تعال قل لي بال2025 الآن انصفني.